شانيش، شو الأخبار؟ حبيبتي جيدة؟ اليوم حابين نسولف على الايبرو ليفتنج وبنفس الوقت تجددي لي لأنه صار شهرين ما مسوين نجدد. احنا فلازم نجدد صح؟ أكيد. يلا نبلش؟ أكيد. تقريبا نص ساعة، المواد بدها نص ساعة. تمام. أنا أعرف كل التفاصيل مال الأيبرو ليفتنج لأنه أنا من 3 سنوات تقريبا أول مرة بالعراق سويناها صح؟ فالفكرة أنه بعض المشاهدين أو بعض الصبايا ما يعرفون تفاصيل عن الأيبرو ليفتنج وشنو فوائدها، فحابة تسولفين وياهم عنها. أكيد. راح تكون يعني الأورغانيك كيراتين، هو موجودة بالشعر بالضفير وبسناننا الكيراتين. أوكي. فنحن بنشتغل يعني الخفيف نفس المادة بنعطيها يعني شوي بوش للشعر الحواجب. أوكي. هاي المادة اللي استخدمتيها 100% هذا الجيل. وفي طريقة تانية اللي هو كان أولد يعني شوي أكتر. أوكي. كان نستعمل جلو وبعدين بنحط هيدا المادة اللي هو كيراتين. صحيح، الكيراتين بيعطينا تخن شوي للحواجب وفيها تمشطها بطريقة اللي هي بدها. يعني هيدا فيها تكون بمحل التاتو أو جيلات اللي بيستعملوا يوميا. وهيدا يعني هيدا الميثود بس للعالم اللي أوريدي عندهم حواجب. يعني أنا كتير عالم بيجي بيسألني كيف مثلا بدنا نعملها بس أوريدي ما عندهم حواجب. فيعني هيدا كتير مناسب لشخص بيكون عنده حاجب بس الحاجب مالته مو مصفط مو مرتب، فهو يحاول يرتبها. يعني هذا كلش نوت كلش مهم للبنات، انه اهم شيء تكون انت عندك حواجب، حتى لو حواجب خفيفه او حواجب يعني كثيفه، بس اهم شيء انه انت ما تكونين خاليه من الحواجب. ليش؟ انه اوريدي ما راح تستفادين منها صح 100%. هو يعني الايبرو ليفتنج ما بيأثر على شعر الحاجب. كتير عالم بيسألني هو بيأثر على الشعر، بيوعى الشعر او لا. هو اذا مادة تكون الاورغانيك وتكون بوقت مناسب كل شهرين ونص او كل شهرين تتجدد هيدا المادة ابدا ما بيأثر على شعر الحاجب. ما يأثر على الحاجب لا. لانه هو البنات ممكن يفكرون ان هي تسبب تساقط او يتخفف الشعر. مادة الكيراتين هو يعني موجودة بالشعر وبتقوي شعر الحاجب. طيب اكو مرات ممكن بعض النساء ممكن يتحسسون منها صح؟ تقريبا ايه، اعلم اللي عامل الزرق للحواجب لانه نقية الشعر بتكون شعر الطبيعي. فانت بتزرعي على الحواجب هيدا الناس يعني لازم تكون طريقه شوي اخف من العالم اللي اوريدي شعر حواجبهم طبيعيه. يعني بيتاثر، وفي ناس مثلا عندها حساسيه بنجرب شوي على بشرتهم اذا ما حسيت بنكمل على البشره ويلا تبلش. اذا بيكون عندها حساسيه حبيت على الالرجي. طيب كجمالا هي شنو توصفيها لاي برو ليفتنج؟ هو يعني اكثر شيء بيعطينا تخن على حاجب. والشكل يعني انت فيك تمشطيها أذوقك. ما عندك يعني هيدا الموديل عملتي تاتو لازم تمشي على هيدا الموديل، لا. هي مثلا كل يوم مشطك تكون بالطريقه اللي انت بتحبيها، بالطريقه اللي انت حابه بيها تظهر بيها حواجبك، وبنفس الوقت ناتشرال لوك صح، وتبين انه هي سخينه اتخن الحاجب 100%. هذا الشيء كلش مهم. كفيني انا ايش قد راح نخليها هاي ربع ساعه. اوكي لك ربع ساعه يا شو خلصت ربع ساعه صحيح. هسه شنو راح نسوي؟ بنحط الماده الثانيه، هو كمان راح تضل ربع ساعه، بعده بنشيله وبنحط الفيتامين اي. واكو شغله كلش مهمه انه احنا لازم ننبههم عليها بخصوص المي 100%. اللي هي اللي هو مثلا بعد ما تعملي الليفتنج ونحن يعني بنثبتها بطريقه اللي بدنا اياها، بس دائما يعني احسن كل يوم بعد ما تغسلي وشك تمشطي الحواجب بطريقه اللي انت بدك اياها دايركت يعني بعد المي مباشره. انا اسويها شخصيا انه تمشطون الحاجب، او حتى لما تصحون من النوم لانه مثلا تكون نازل الحاجب او صاعد فترجعون تمشطوها بالطريقه اللي انتم تنتبهون عليها خصوصي ويا المي صح؟ صح. يلا خلينا نشوفوا من النتيجه. طب هي اخر ستيب نحط الاويل وذات ست صح؟ كون خلصنا الايبرو ليفتنج، اخذت ويانا نص ساعه، وبنفس الوقت انه هي تدوم لمده شهرين.
تحافظين على شيء بالرموش سوري الحواجب اللي انت حاببتيها 100%. هذا الشيء كلش مهم. ثانك يو سو ماتش. طبعا اني من محبين ومغرمين الايبرو ليفتنج. تنتبهون على التفاصيل اللي حكينا بيها وبنفس الوقت شفتوا النتيجه شلون ممكن تكون ناتشرال وبنفس الوقت تنطي ثخن للحاجب بطريقه كلش حلوه.